بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهوريه موريتانيا الاسلاميه الشقيقه عبر سموه في عن اطيب تهانيه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه لفخامته وافر الصحه والسعاده وللشعب الموريتاني الشقيق المزيد والتطور والنماء.